وقوى وأحداث أن ننصهر في منطقة الإبداع والدفاع عن مشروعنا الوطني، بعيداً عن تجاذب المصالح، بعيداً عن أيضاً التأثيرات الإقليمية، لأن الشعب الفلسطيني يستحق اليوم أن يعيش في وطن جدير به. شعبنا الفلسطيني يستحق من قيادته أن ينعم بالاستقرار، أن ينعم بالحرية والحرية والاستقلال والازدهار. لا يمكن أن تتحقق إلا بالوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية التي نسعى إليها بقلوب مفتوحة وعقول مفتوحة وإخلاص لفلسطين. لا أريد أن أصير عليكم، لكنني أقف أمام هذه الإنجازات التي تحققها للحركة الكشمية بكل احترام وتقدير. لذلك نحن في وزارة الشباب والرياضة سنكون سندا وداعمين ومتبنيين أيضا لكل أنشطة الحركة الكشفية، وسنكون إلى جانبهم من أجل أن نحافظ على هذه المدرسة، المدرسة النوعية التي استطاعت أن تحافظ على مسيرتها رغم كل الصعاب، رغم كل التحديات. من هنا سنكون إلى جانبها، وسنكون معينين لها، وسنكون داعمين لها، ونحن سنكون بأمر هذه الحركة الكشفية. لن نتخلى جهدنا أخي حسام، نحن مع كل عمل وطني بناء يدرس ويزرع في نفوس وعقول أطفال شبابنا وأطفالنا ما هو أجمل من أجل فلسطين. كل الاحترام والتقدير لكم، وشكرا لكم.